أنا بتهم الفورن بوليسي بوضوح أنها غير مهنية، غير محايدة، أنها بتفتح صفحاتها لبعض المرتزقة بأجر. ده واحد اهو قابض فلوس عشان يشتم مصر. انا اشتم رائحة كريهة في المقالات التي تهاجم الدولة المصرية. المجلة دي بتتكلم على مصر في مقالات مدفوعة الأجر، ويرفض رئيس التحرير نشر مقالات للرد عليها.